اسم لطالما تردد في مجال إنتاج المواد الغذائية في العالم، تكتسي منتجاتها شهرة كبيرة، ولا يكاد يتواجد شخص لم يسبق له أن تناول إحداها، سواء أتعلق الأمر بالشوكولاتة أو الحليب أو غيره. وشركة تجد إعلاناتها تنتشر في كل مكان، في الجرائد وعلى شاشات التلفزيون، كما قد تفاجأ ببعضها على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلفها. فكيف تأسست شركة نيسلي الشهيرة؟ ما كان دافع هنري الأساسي من وراء ذلك؟ كيف لاقت نجاحا باهرا لا زالت تحافظ عليه إلى حد اليوم؟ أسئلة وأخرى تحمل الإجابة عنها الدقائق القادمة من فيديو هذا اليوم. ولكن قبل الخوض في التفاصيل، ندعوكم مشاهدين الكرام إلى الضغط على زر الإعجاب وزر الاشتراك، وكذلك تفعيل خاصية الجرس للتوصل بكل ما هو مذهل شيق وغريب. لنتابع أصدقاؤنا، لا تنسوا أننا قد بدأنا في قراءة 5 تعليقات في نهاية كل حلقة. اضغط زر الإعجاب واترك تعليقك، سواء كان رأيا في القصة أو انتقادا بناء، وسوف نجيبك في نهاية الحلقة المقبلة. فلنبدأ. اليوم تعد شركة نيسلي واحدة من أكبر الشركات حول العالم التي تنتج مواد غذائية مختلفة، تشتهر بكونها ذات جودة عالية، كما أنها تصنف حسب الخبراء في المجال على أنها مواد تحتوي على عناصر صحية تلائم مختلف الفئات العمرية، بداية من الرضع وإلى كبار السن. تحظى الشركة الآن بشهرة واسعة، ولا تزال قادرة على فرض وجودها ومنافسة باقي الشركات الرائدة في المجال، بعد أن تمكن مؤسسها من إرساء الدعائم الأساسية لها، والتي كانت بعيدة تماما عن الربح المادي، وإنما كان هدفها الأساسي إنساني بشكل كبير. ولد هنري نيسلي بتاريخ 10 من شهر أغسطس آب من سنة 1814 في مدينة فرانكفورت الألمانية، وقد كان الطفل 11 في أسرة تتكون من 13 أخاً وأختاً. والده كان يدعى يوهان أورليش ماتياس نيسلي، أما والدته فتدعى أنا ماريا كاتارينا. عرفت عائلة نيسلي بشكل عام بكونها عائلة تحافظ على التقاليد حتى فيما يتعلق بالوظائف، لذا وخلال سنوات دراسته فقد كان هنري يشتغل كعامل زجاج بالنظر لكونها مهنة أجداده المتوارثة منذ أجيال، بعد أن عمل في البداية كصانع حلويات، ثم استمر في عمله في مجال الزجاج إلى أن حصل على الشهادة الجامعية في الكيمياء وتخصص بقسم الصيدلة، ثم اتجه إلى العمل كصيدليا، وقد اكتسب خلال سنوات عمله خبرة كبيرة في المجال جعلته يصبح واحدا ممن غيروا العالم باكتشافاتهم وابتكاراتهم. لكن كيف ذلك؟ عندما شارف هنري على سن 30 وبعد خبرة كبيرة في علم الكيمياء والصيدلة، مكنته من جمع مبلغ من المال، فقد قام الرجل بشراء محل بسيط ليجعله مصنعه الأول الذي بدأ يصنع فيه بعض أنواع الزيوت كالبندق واللوز. كانت تلك بداية هنري في مجال صناعة المواد الغذائية، غير أن أكثر ما كان يؤرقه هي حوادث موت بعض الأطفال الرضع الذين يرفضون الرضاعة الطبيعية. فبدأ هنري بعد بحث معمق ودراسة يحاول التوصل إلى منتج يغذي الرضع ويعوضهم عن الرضاعة الطبيعية في حال لم يتقبلوا ذلك، لذا فقد فكر في تجفيف حليب الأبقار باعتباره يحتوي على العديد من المواد الغذائية الضرورية، ثم أضاف إليه بعض المكملات الغذائية الملائمة للرضع والأطفال، وهو الابتكار الذي تمكن بالفعل من النجاح فيه بحلول العام 1867. بعد عرضه للفكرة فقد لاقى ذلك اعتراض عدد كبير من الناس الذين اعتبروا ذلك المنتج غريب وغير ملائم تماما للأطفال، لذا فقد كان يجب على هنري إثبات فعالية ابتكاره وكون منتوجه قابل للاستخدام من قبل الرضع.
إلى أن جاء أحد الأيام حيث سمع هنري بحالة رضيع في أحد المستشفيات، فقد ولد قبل موعد ولادته الطبيعي، وقد وصف الأطباء حالته بكونها غير مستقرة وحرجة، وقد كان بدوره يرفض حليب أمه، لذا فقد اقترح هنري على الطاقم الطبي إمداد الرضيع بمنتجه المجفف، وقد نجح الحليب المجفف بالفعل بجعل الطفل يعيش لمدة، لكنه توفي بعدها، وهو الأمر الذي أحزن هنري بشكل كبير وأثر على حالته النفسية. رغم حزنه وتأثره، فقد كان هنري لا ينفك يفكر في حل ينهي مشكلة الرضع الذين يرفضون الرضاعة الطبيعية، وهو ما يؤدي لوفاتهم بعد أيام من الولادة. قبل أن يتوجه مرة أخرى إلى مصنعه الصغير ويبدأ العمل على منتج جديد والذي سيغير نظرة الناس لاختراعه الأول، وذلك بعد أن تمكن من تجفيف حليب البقر وخلطه بدقيق القمح، وبذلك فقد حصل على طعام بديل لحليب الأم ولو بشكل مؤقت ومناسب للرضع الحديثي الولادة. كانت تلك التركيبة العجيبة التي توصل إليها هنري بداية حل لمشكلته والمنتج الذي سيغير العالم بعد ذلك، فقد أصبح الحليب المجفف والمضافة إليه العناصر الغذائية اللازمة للرضع منتجا يتنافس الناس على اقتنائه، ومع ازدياد شهرته وظهور نتائجه الجيدة فقد زاد الإقبال على المنتج بشكل كبير، حتى أن المصنع الصغير لم يعد يستطيع تلبية كل تلك الطلبات المتزايدة. بعد ذلك اشتهر المنتج وحقق نجاحا باهرا كبديل لحليب الأم يحتوي على العناصر الغذائية الضرورية للرضع، لذا فقد كان هنري مطالبا بتوسيع مصنعه البسيط الذي لم يعد يكتفي بتلبية الطلبات الكثيرة على المنتج، وهو ما حدث بالفعل، حيث عمل على توسيع مصنعه الذي أصبح يحمل اسم أفرين لاكتينيسلي أو العش الصغير، كما صمم له شعارا على شكل عش الطيور ليرمز إلى اسم الشركة. أما عن المتوخى من استخدام هنري لشعار العش فلكونه يشير إلى الأمومة والحنان والدفء. أخذ اسم شركة هنري نسلي ينتشر أكثر فأكثر، وأصبح منتجات شركته تعتبر الأولى من نوعها في مجال تصنيع وإنتاج تغذية الأطفال، وأول شركة تبيع الحليب المركز في القارة الأوروبية بأكملها، كما أصبحت أيضا متخصصة في تصنيع وإنتاج الشوكولاتة وبعض أنواع القهوة المعروفة باسم نسكافيه المجففة أيضا، ثم أول شركة تبيع القهوة المثلجة، إلى جانب العديد من المنتجات التي كانت تعتبر حصرية في ذلك الوقت. كانت شركة هنري تزر أموالا كثيرة من الأرباح وتحقق نجاحا ملفتا في عالم المنتجات الغذائية. ثم وبلوغه سن 61 فقد قرر الرجل التقاعد، لذا فقد قام ببيع شركته لرجل يدعى جول مونيرا، وذلك مقابل مليون فرنك سويسري، وهو المبلغ الذي كان يعتبر ثروة طائلة حينها. رغم بيعها إلا أن شركة قد حافظت على اسمها نسلي. أما المالك الجديد مونيرا فقد قرر الرجل توسيع نشاطه، كما دخل في منافسة قوية مع شركة تشارلز بيج التي امتدت على مدى ما يقارب 3 عقود قبل أن ينتهي الأمر بالإعلان عن دمج الشركتين في شركة واحدة تحتفظ دائما باسم نيسلي، والتي بدأت في غزو مختلف الأسواق العالمية عبر المشروبات والأغذية المجففة، وذلك بالتزامن مع بداية القرن 20. سنوات قليلة بعد ذلك وبالتزامن مع أولى الحروب العالمية، فقد واجهت شركة نسلي تحديات كثيرة، كان على رأسها قلة كميات الحليب والمواد الأولية، لذا فقد قرر مالكو الشركة ومسيروها نهج خطة جديدة تقتضي جلب المواد الأولية الضرورية من دول في منأى عن الحرب، وهو القرار الذي كان صائبا ومربحا أيضا، فقد تضاعفت أرباح الشركة كما زاد عدد مصانعها ليصبح يقدر بحوالي 40 مصنعا. إلا أنه سيكون هناك تحدي جديد أمام الشركة،
مع انتهاء فترة الحرب، حيث عاد الناس مرة أخرى لاستهلاك الحليب الطاجز عوض المجفف، وهو ما سيكبد الشركة خسارة كبيرة لها، وذلك سنة 1921. تلاها بعد ذلك الركود الاقتصادي الذي سببته الحرب العالمية الأولى وانهيار بعض العملات، وهو ما كان يمثل تحديا جديدا أمام نسله، لكنها استطاعت تجاوز الأمر بالاعتماد على حنكة الخبير السويسري لويس دابلس الذي عمل على إعادة تنظيم الشركة من خلال التسويق والإنتاج، فتحسنت المردودية وبالتالي انخفضت ديون الشركة واستقر الوضع. اليوم تعتبر شركة نسلي رائدة في عالم المنتجات الغذائية بشتى أنواعها، حيث تشير الإحصائيات إلى أن عدد منتجات شركة نسلي قد أصبح يقدر بما يناهز 9000 منتج من الحليب المجفف والقهوة والمعجنات والمياه وغيرها، ويأتي على رأسها الحليب المجفف نيدو، سيريلاك، حليب نسلي المركز، نسكافيه، نسكافيه ريكوي، مياه بيرو لايف، كورن فيليكس، كوفي ميت، كيت كات، الحليب المجفف نان، معجنات بيوتوني، وغيرها من المنتجات العالية الجودة التي تغزو مختلف الأسواق العالمية وفي شتى بقاع العالم. اليوم وبعد عشرات السنوات من ابتكار أول منتوج لإنقاذ حياة الرضع الذين لا يرغبون في الرضاعة الطبيعية، وبعد مجموعة من التحديات الصعبة، لا تزال شركة نسلي تنافس كبريات الشركات العالمية وتحقق أرباحا طائلة عائلة من بيع منتجات توصف بالجودة العالية، وقد استطاعت من خلال ذلك تصدر قائمة كبرى الشركات عبر العالم المختصة في تصنيع المواد الغذائية بشتى أنواعها. وفيما يلي مشاهدين الكرام، تحت طلبكم ووفاء بالوعد ندرج لخمس تعليق وردت خلال الحلقة السابقة. زكريا بن، أحلى قناة مع أحلى صوت، أتمنى لك كل التوفيق وأن تقرأ تعليقي، أخوك من الجزائر. حسن أسعد، أتمنى منكم قراءة تعليقي، أنا مشترك جديد ومعجب بمحتوى القناة، أتمنى لكم مزيدا من الفيديوهات التي تخص الفضاء ومركبات الفضاء وقصة تفجير أبراج التجارة العالمية، وشكرا لك. ياسر المعلوميات، السلام عليكم، لدي ملاحظة التي تتمحور حول المقاطع التي تنشرونها، لقد مللت من إعادة نفس عناوين المقطع، تعجبني طريقة شرحكم فقط، المرجو تغيير طريقة المونتاج لأنني أصبحت تراها في كثير من القنوات. وأخيرا أشكر طاقم العمل والمجهودات التي يبذلونها لإيصال الفكرة للجمهور، شكرا لك. عباس خرجسي الأهواز، السلام عليكم أخي، والله أشتاق لهذا الصوت، وفي يوم اللي ما تنشر ود أتمنى أن يكون عندي رقم هاتفك واتصل بيك، واتمنى لك التوفيق، اخوك عباس الموسى العبد الله الاهواز. لا غوير الجيريا، حبذا لو سرت لنا الخاتمه فانا متشوقه لمعرفه ما ان تم القبض عليهم ام لا، شكرا لكم، تحياتي من الجزائر. في انتظار تعليقاتكم الجميله وانتقاداتكم البناءه، نودعكم مشاهدينا الاعزاء على امل اللقاء بكم في فيديو قادم مع قصه واقعيه مثيره وغريبه، دمتم في رعايه الله. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.